الاختيار، كلمة السر اللي حيرت فلاسفة وأدباء واللي حيرت أكتر واحد زي طارق. عايز إيه؟ يعني إيه اللي لو ما حصلش هتموتنا؟ حلو، عاش طول عمره مستسلم لقدر. تعترف بكل حاجة، تعترف إن أنا كنت بتفق معاكم. لا طبعا مستحيل. خلاص يبقى أنا هفضل في نظر الناس إرهابي، وفي الآخر هموت، يبقى نموت كلنا. لكن لما اختار قدر حقق غايته. وافقوا على اعتراف الاتفاق بجد؟ او نهال اللي عاشت طول عمرها عايشه في دايره حب وهميه. ما مفاجاه بس اربكتني. يعني انا اللي انا فاهمه ان انا جايه هنا عشان اتفق على نشر الكتاب. احنا هنتفق على نشر الكتاب وهنتفق على المؤسسه والمقابل. واول ما اختارت لقيت حبها الحقيقي. نتجوز. المسيح ما قبضش ابننا، يعني خدوا الملكوت. أو جورجيت اللي عاشت طول عمرها عايشة جنب الحيط، ويوم ما اختارت تكره الدنيا. بس كل اللي عرفه ان البلد دي بلدي وبلد ابني اللي جاي، وعمري ما حد عاملني فيها وحش، ولا عمري حسيت ان انا ناقص حتة. أقلية بقى ومضطهدين والكلام الفاضي ده ما يخصنيش، وما حبيش اسمع منك تاني. انت وسخ يا رفض، وسخ من زمان قوي، من ايام كنت بتنام مع نور من ورا ظهري. مش هيجنني علشان عايز اتاكد من خيانتك، هيجنني علشان انا ما طلعتش عقيم 100%. انا حامل ولازم اصمت. ما تعمليش فيها زي ما عملتي فيا. اميره يا لهوي، بس لازم نخلص على طارق قبل ما يقع في اليوم. وما بين كل اختيار ونتائجه بيقف القدر يضحك على كل حاجة بتحصل، لأن في الآخر هو اللي بيحدد المصير. تيتا ماتت. تيتا؟ أنا آسف إني نسيتك وسط زحمة اللي بيحصل. نسيت أقعد معاكي تطمن عليكي، بس أكيد أنت فاهماني أكتر دلوقتي. هتعذرين، والأهم منك هتسامحيني. أنت وعدتيني بكده، قلتيلي ما تسيبنيش ليلة تانية في الدار، وهتسامحيني. سبتكيش. مش اللي رفض بقى طريق تحته مع الناس. انا ما حاولتش اقتل حد. فكرت، بس مجرد تفكير. ولما قلت الاميرة كنت عايز اتأكد لو حد فكر غيري او لا. بس نهال ملهاش دعوه باللي بيحصل، انا متاكد من كده. خلاص يبقى طارق عنده حق، ده حد فعلا عايز يلعب بينا وباعصابه. اخوانا احنا هنروح دلوقتي ندفن والده رأفت، نرجع نقعد مع بعض قعده نشوف هنعمل فيها ايه. احنا قدامنا حوالي 18 ساعه يا جماعه. المرحومه اتغسلت واتكفنت. Thank you.
انت وصلت له؟ افتح افتح يا امجد. امجد استنى استنى افتح استنى. امجد امجد افتح لي يا رافض. اميرة رافض. اميرة امجد استنى استنى ما تقفلش استنى. امجد افتح. امجد امجد افتح لي. قلت لكم من الاول انا كنت حاسه ان معاك كتاب وكان لازم نتصرف. هو احنا لحقنا؟ ده احنا بقالنا يومين مفيش اي حاجه بتحصل لنا غير ان احنا بنضرب فوق دماغنا. كلكم والمصيبه ليكم تاني. امجد لازم مكملش قرايه الكتاب. الو ايوه. في شاب عنده 17 سنه هربان من بيته اسمه امجد رأفت هجرس، عايزه قبل صلاه العشاء يكون موجود في البيت. ابن رأفت هجرس. سلام. خلاص مبقاش عندنا اي حلول وسط، وكويس قوي ان الكتاب وقف في ايد امجد عشان ده هيسهل علينا حاجات كتير. نور كلمي حسين يعقوب شوفي وصل لايه. امير انا هجيب نهال وتقعدوا مع بعض تعصروا دماغكم عشان انتوا الاثنين بالذات ممكن توصلوا للي بيبعت لنا. وانا ورقفت نعمل ايه؟ ورقه وقلم وتكتبوا فيها كل اسامي الناس اللي ممكن نشك فيهم. احنا دلوقتي مبقاش قدامنا غير حاجه واحده بس، نعرف مين اللي بيبعت ونخلص منه. هو الكتاب لسه بيكتب ولا لا؟ مش صحاب بس في بينا اتفاق انا وانت وسليم عثمان. طب خليه يقابل أميرة ولو اتاكدت ان الورقه معاها اقبض عليها فورا. ايه طز في رأفت هجرس ده مستقبلنا يعني ما فيهاش لا هزار ولا معارف. اوكي يلا. وده امر بقى ولا طلب؟ اكيد طلب. هو في حد بيزور حد بامر؟ طيب يا مدحت اكيد مش دلوقتي، بكره الصبح. ماشي على راحتك. بتشوفي نهال؟ زيك في التلفزيون. وبكده تكون حلقتنا النهارده انتهت. تابعوني الاسبوع اللي جاي مع حلقه جديده ومشتعله من نيران صديقه. جمله من كلمتين زلزلت البيوت المصريه. عبادة الشيطان من أين بدأت وكيف انتشرت ومتى؟ عشان نجاوبكوا على كل الأسئلة دي تابعونا الأسبوع اللي جاي في نيران صديقة. وأنا نهال سماحة، تصبحوا على خير. مدام نهال في تليفون مهم علشانك. أوكي. أنا بجد مش مصدقاك، أنا كنت هموت وأشوفها. بعد الشر عليك. خش يا حبيبتي اقعدي جوه مع تيتا وانا هجيلك. بس مش ممكن مدحت يشوفها. انا ما حدش يقدر يراقبني ولا انت يا حبيبتي بقيتي متراقبه. انت بس اللي عندك اوبسيشن. انا بحبك قوي واخر حاجه كنت متخيلها ان ارجع احب تاني. بس انت ازاي واحده ممكن تقابلك وما تحبكش؟ انت اصلا اللي كتير عليا. انا اللي لازم اقولك ان ولا في احلامي ان واحده زيك تحبني. انا كل اللي كنت بحلم بيه
انك توافق على الجواز مني قصاد العرض اللي قدمته لك. انما تحبيني ده خيال. طيب هتعشيني فين النهارده؟ قبل العشاء طارق فاق لازم تروحي تشوفيه. صدقني مفيش كده. لا في. الله يخرب بيتك يا حشمة الكلب. يا لهوي ده انا كنت قلت له انها قطعت. نهال يا حبيبتي عاش من شافك. وحشاني قوي يا طنط. انتي كمان وحشاني يا روح طنط. كده بارتك. هو كل من طلع في التلفزيون يتكبر على خالته سمره وما يجيلهاش. وانا اقدر بس والله مشاغل. مشاغل. طبعا انتي جايه عايزه تعرفي اذا كان هيأذيكي ولا مش هيأذيكي. زي ما انتي عمرك ما بتتغيري. قولي زي يا حبيبتي يتغير ليه؟ طب قوليلي عندك رد على سؤالي؟ جوزك بيحبك مفيش منه خوف. الدور والباقي بقى على نور. نور؟ بس نور عمرها ما أذتني. عمرها ما أذتك عشان ما كانش في بينكم مصالح. وأنا كل اللي بقولهولك أميني ولا تخويني. طب انا لازم امشي. مبسوطه قوي ان انا شفتك بخير. انا كمان يا حبيبتي مبسوطه قوي اني شفتك. بس كده هي عشان اميره اتجوزت رأفت يبقى الفيزيتا ببلاش. دفع عب خالتك سمره يا نهال. انا عنيا لخالتي سمره. تعيشي يا حبيبتي. يلا عن اذنك. اتفضلي. ما تعرفيش ورقة الاعتراف بتاعت طارق راحت فين؟ أعرف بس دي بقى تمنها غالي قوي. إن شاء الله هلاقي الورقة. ورقة إيه؟ وأنا أعرف منين أصلاً؟ الورقة دي ممكن تكون وقعت منك. فوق بقى وعقل وما تحلمش بأكتر من كده. افتح لي يا ابني. وحشتيني قوي. كبرتي وحلويتي وكل يوم بتحلوي اكتر من اليوم اللي قبله. طب هو جابها مش يمكن؟ يمكن ايه بس؟ قذاف محدش يقدر يراقبه. طارق المسكين مرمي في مستشفى السجن. ما انا عارف ما لسه جايه من عنده. لسه عايش في اوهامه ومعرفش ورقه اعتراف ايه دي اللي اتسرقت منه. ما ضاعتش. انت اللي خدتيها يا اميره. في فرق. ايه اللي انت بتقولي ده؟ أنا ما قلتش. سمرة اللي قالت. وانت عارفة سمرة ما بتخيبش. يوم ما كان حبسنا كنت حاطة إيدي على قلبي إنه يقول إن إحنا كنا متجوزين. وما قالش. عارفة ليه ما قالش؟ عشان ما كانش فاضي. لكن لما يفضل صدقيني هيفضلي وهيفضلك. أنت إمتى هتبطلي أنانية يا أميرة؟ يفضلي إيه ويفضلك إيه؟ أنت عايزة تضيعي مستقبل طارق بس عشان رأفت بيه ما يطلقكيش؟ عشان رأفت بيه ما يطلقنيش. عشان رفض ما كتبليش غير منتجع زينه وشركه السياحه. غير كده ما طلعتش برأفت بمليم. عارفه ليه؟ عشان زي ما انا خايفه هو كمان خايف. فخوفكوا ده يدمر حياه بني ادم؟ حرام عليكي بقى يا اميره. احنا ظلمنا طارق كتير قوي. كفايه بقى. طب هديها له اخر السنه. اصلا رفض وعدني بمنقص الانترنت. لو صدق فعلا يبقى خلاص هنام بقى واطمن. وصدقيني هديها له. صدقيني يا نهال. انت لحد امتى هتفضلي سبب طلعان ديكي؟ ليه مش قادره تعرفي انك لما تتحطي في موقف انت هتكسبي من وراه وانا هخسر؟ المفروض انك ما تكسبيش. وانا من امتى كنت ضد مصلحتك يا بنت بطني؟ انا عايزه طارق يطلع.
طارق طلع هو اللي في الاخر هيقش، والزمن الجاي زمنه، وجوزك مستقوى عليك، قلت اطلع لك من البير العفريت التاني. انا بكرهك وانا بحبك، بكره لما امجد يكبر هتفهمي. ايه ده؟ اختبار حمل؟ بيعمل ايه هنا ده؟ اسكتي ما تفكرنيش، ابوك الموكوس عملها. عمل ايه؟ حبني قطع وقطعت سيرته. حكي على ايه بنت؟ انت حامل ياما؟ انت حامل ياما ازاي في السن ده؟ هو انت كانت لسه والنبي يا اختي ما كنت اعرف، هي شهرين بتيجي وشهرين بتقطع. انا قلت كده خلاص. انت تتكلمي جد؟ او النعمه. مالها البنت دي؟ إذا كنت جايبني تشمت فيا فبلاش. الدنيا دوارة يا سليم بيه. أقعد يا طارق. أقعد. هشمت فيك ليه يا طارق؟ كل الناس بتعقل وأنت مش عايز تعقل. اسمع كلامي يا طارق واشهد عليهم علشان تطلع شاهد ملك. وانا قلت لحضرتك قبل كده واقولها لك 100 مره لو انت عايز، انا مش هشهد على حد. انا كان في بيني وبينكم اتفاق، والاتفاق ده مكتوب على ورقه، والورقه دي مصيرها هتظهر. موت يا حمار. انت حر يا طارق، بس لازم تعرف ان قضيتك فاضل عليها كام يوم، وصدقني احتمال كبير تاخد اعدام. ولو في يوم راح تنكسر لازم تقوم واقف كما النخل باصص للسما للسما. قذاف بيلعب من ورانا. كنت متأكدة الراجل ده مش سهل. لا ده انا كمان عرفت انه بيقابل رأفت وبيفكر يضخ سيوله في شركاته. يعني رأفت دلوقتي شوكته قوية قوي، والبيل فوق، وحسين في المجلس، فلوس عماله تزيد، دلوقتي كمان قذاف بيرمي نفسه في عيبه. يبقى دورك جه؟ انا ما اقدرش اعمل في نهال كده. هزود نسبتك 20%. أنا أساسا ما بطيقهاش. أنت اتجننتي يا نور، أنت بتقولي إيه؟ ده جوزي. لا والنبي، طب ما أنا اللي مجوزهولك يا حبيبتي، تحب أفكرك إزاي؟ يوم ما جه قال لي أنا عايزها، قلت له يا خسارة ملهاش غير في الحلال. ضربها في دماغه وحسب هيكسب من وراكي إيه ومشاها في الحلال. بلاش السكة دي يا نور، أنا وقذاف حكينا لبعض على كل حاجة، قلنا لبعض كل تاريخنا. ريلي؟ جريت. يعني قالك انه بيتاجر في السلاح؟ قصدي انه اكبر تاجر سلاح في الشرق الاوسط. طب يا ترى قالك انه بيغسل فلوسه كلها في مصر، وان القناة والجورنان والمؤسسة كلها غسيل؟ بقولك يا نهال، كلميني زي ما بكلمك كده وفوقي، انتي صاحبتي وانا مش ممكن هأذيكي، بس انا كمان بفكر في مصلحتي، والطلب اللي بطلبه منك ده عشان يحميكي يوم ما الدنيا تقرر تقلب عليك، وانت عارفه كويس قوي الدنيا قلبه قد ايه. ها قلت ايه؟ قلت لا. لا يا نور، يا ستي انا ما انققتش ان العدغه ظهرت في المنوفيه. انا كل اللي بقوله ان الزهوغه ده مش دليل على ان الواد عايش. جورجيتا حرام عليكي، انا عدد المغات اللي شفتك فيهم من 3 سنين يتعدوا على الايد الواحده. انت لو عملتي كده انا هبلغ اب الاعتراف بتاعك.
في ايه؟ الهنا متجننت، بتقولي في سحاق افريقي واحده من فوق الاقصر عارفه طريقه، هتروح له وهيدلها ابنها فين؟ سحارة افريقي هيدلها؟ ما تستبر يا اللي على الباب، الواد على ايدي مسغوف على ايه؟ يخرب بيتك رأفت. ايه ده انت جاي لي اسم الله بايدك فاضيه؟ انت مش اول مره تشوف الواد، فين هديته؟ احنا في مصيبه. ازيك يا نوكا؟ ازيك يا نيال؟ ايه يا نور؟ في ايه تاني؟ مش قفلنا على الموضوع خلاص؟ ما انا عشان كده جايه لك بنفسي، ما رضيتش اتكلم في التليفون عشان نبقى في الامان. انت خلاص وقفتي من المهمه دي عشان تعرفي انا بحبك قد ايه. احنا لقينا ورقه ضغط تانيه خالص. ايه بقى؟ عرفنا ان قذاف له بنت غير شرعيه مخبيها في ملجا في اوروبا، فخلاص سنين بقى يشتغل. لا يا نور، انا قررت، انا هنفذ العمليه. بقول لك يا بنتي خلاص، انت ليه عايزه تعرضي نفسك للخطر؟ سليم يشتغل بقى، ده شغلهم. وانا بقول لك هنفذ العمليه، في ايه يا نور؟ دي طفله ملهاش ذنب تدخل في حسابات البيزنس بتاعكم. وبعدين انا فكرت بكلامك، انا عايزه احمي نفسي. نيال انا عايزه احميكي. لو عايزه تحميني بجد سيبيني انفذ العمليه. خلاص انت حر، انا هقول لسليم وهو بقى يقرر. يلا باي. اوعى يكون البنت دي بنتك. بنتك ازاي؟ انت ما كملتيش سنه متجوزه والبنت عندها 4 سنين، انا غبيه قوي. عموما خلاص اي حاجه هتحصل هبلغك بيها. باي. يا لهوي، ودي حاجة محتاجة تفكير يا روح أمك. أنت جاري تركب المزغودة الطيارة وتشيل على الأقصر وأسوان. يعني أنت ما تعرفيش هتعرف ولا لأ؟ وأنا أعرف منين يا راجل أنت؟ بقول لك إيه، وريني عرض كتاف. استنى، سيب النقطة بتاعت الوقت. بس يا بس 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 السلامة. بس يا روحي، بس بس لما نشوفه سايب كان. وانت ايه اللي هيوديك الاقصر يعني؟ طيب سلمني على جورجيت، رايحه مشوار وبعدين هعدي على نهايه. ثم ان انت مالك اصلا يا رفعت، انا رايحه فين؟ يلا سلام. ولا انهزام ولا انكسار. آخر واحدة كنت ممكن أتخيل إني أشوفها. ليه؟ قتلالك قتيل؟ بالعكس، ده اللي بحس إن أنا كأني قتلك قتيل. خير؟ لو جاية بس أصبرك فيها مشكلة؟ جاية لي يا أميرة. جاية أسألك سؤال، هو أنت ليه لما كنت خاطفنا عندنا في الفيلا ما قلتش لرأفت إن إحنا كنا متجوزين؟ أنا عمري في حياتي ما حبيت إن أنا أضرك، ولو كنت قلت الحكاية دي كنت هتضرني، فما قلتهاش. ده غير إن أنا يمكن أكون بحب أنساها، لأني لما بفتكرها بفتكر قد إيه أنا كنت صغير وقد إيه أنت كنت واطية. ناوي تعمل إيه لما تخرج؟ مفكرتش، ما باين لهاش خروج من هنا، انا احتمال يتحكم عليها بالاعدام. يا سيدي احلم. معرفش، ما
فكرتش يعني، بس ان هل كانت قالت لي قبل كده انها هتساعدني، وبرضه ما اعرفش هتساعدني ازاي. المهم انت اكيد مش جايه يعني عشان تساليني السؤال ده، انت جايه ليه؟ انا اسف. ايه رايك يا حبيبتي تاخدي اجازه ديسمبر كله ونطلع نلف شويه في اوروبا؟ ان شاء الله يا حبيبي مظبطه، بس اشوف جدول البرنامج عندي. ايه في ايه؟ ده الجرس. انا هقوم افتح الباب. صباح الخير. صباح الفل. والله أنا كنت مع رأفت في سيرتك من كام يوم. بلغني وعرفت إن احتمال يبقى في بيننا شغل قريب. لا مش احتمال، ده أكيد. أستأذنك في نهاية الخمس دقايق؟ خمسة بس. اتفضل. أنا نفذت وعدي. برافو عليك. بس معلش يا أميرة مش هينفع نتكلم في الموضوع ده دلوقتي، نأجله لوقت تاني. بس هو قرينك هتساعديه. هتساعديه ازاي واشمعنى؟ بعدين بعدين يا أميرة أرجوك عشان خاطري بعدين. إيه ده؟ ده أكيد صوت تلفزيون. لا ده صوت حاجة وقعت. بتعملي ايه يا نهال؟ رأفت